وينضم إلي السيد عادل عامر، أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي. مساء الخير أستاذ عادل، دعني أبدأ معك لو سمحت بدعوة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لاجتماع سياسي وشعبي طار يوم الخميس، يوم غد الخميس. طبعا يعني نتحدث عن أبرز ما سيتم طرحه في هذا الاجتماع. مساء الخير. نعم، نحن دعونا كوادرنا ليوم غد لاجتماع شعبي، لأننا نريد أن نخاطب شعبنا، أن نخاطب ناسنا بما نؤمن به كحزب شيوعي وجبهة ديمقراطية، بكل الأزمة التي تمر على المنطقة وعلى شعبي هذه البلاد. الشرطة تقوم بحملات اعتقال وترهيب منقطعة النظير، هناك غياب كلي للنيابة العامة، هناك غياب كلي للمستشارة القضائية للحكومة، هناك تعدي فظ على حرية التعبير عن الرأي وعن حرية العمل السياسي، وخاصة بما جرى اليوم مع الرفيق عوفر النائب عضو الكنيسة عوفر كسيف ومعاقبته على مقولات سياسية شرعية صرح بها خلال الفترة المنصرمة. أريد هنا بإذنك أختي عفاف أن أتوقف قليلا عند هذا الأمر الذي يجري الآن. تفضل. من تعدي على حقوق أساسية سياسية للجماهير العربية ولكل من يعطي موقف آخر للموقف السائد. قبل اندلاع هذه الحرب كانت هناك مظاهرات في المجتمع الإسرائيلي تتحدث عن التخوف من الانقلاب القضائي والقضاء على إسرائيل من ناحية ديمقراطيتها. ونحن قلنا في ذلك الوقت بأن هذا الانقلاب القضائي ليس فقط لتغيير بنية الحكم، إنما هذا التغيير يفسح المجال أمام ظواهر الفاشية لكي تتعمق أكثر وأكثر في المجتمع الإسرائيلي. الآن نحن نقول بصريح العبارة أن التطور الفاشي في إسرائيل يدخل مرحلة التطبيق. الانقلاب القضائي وأحد ركنه الأساسية وهو المد الفاشي يجري تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع. نحن نرى ذلك من خلال الاعتقالات التي تطال أكاديميين وفنانين وشباب، من خلال منع أي تظاهرة سياسية تعطي موقف آخر، وغياب كلي لمؤسسات الحكم في إسرائيل من مستشار قضائي للحكومة وكذلك من النيابة العامة، وكذلك في عدم الحفاظ على أحد الأسس الأساسية البسيطة في أي نظام ديمقراطي وهو حرية التعبير عن الرأي. ولهذا نحن نوجه الآن هذا الخطاب إلى هذا القول السياسي الواضح إلى كل الذين تظاهروا للحفاظ على ما تبقى من ديمقراطية إسرائيل، أن هذا ما يجري الآن وهو تطبيق الانقلاب القضائي وتطبيق الفاشية في المجتمع الإسرائيلي من خلال ما تقوم به الشرطة، ومن خلال التصريح الغريب جدا والخطير جدا للمفتش العام للشرطة، وكذلك لما يقوم به وزير الأمن القومي بنفسه من خلال توزيع السلاح على كل من هب ودب في المجتمع الإسرائيلي. لهذا نحن نأتي لنرفع هذا الصوت لنقول بأن من حقنا أن نعبر عن رأينا، وبالمناسبة نحن نقول ونبعث رسالة سياسية بسيطة جدا واضحة جدا بأنه يجب وقف الحرب فورا لمصلحة كلا الشعبين. هذه الآلة العسكرية جرى ممارستها، جرى تجريبها بسنوات طويلة، وخلال 75 سنة يتم تجريب هذه الآلة العسكرية بكل قوتها، بكل شراستها، بكل عنفها، بكل قتلها، وهي تفشل مرة والأخرى ومرة والأخرى، ومن يدفع الثمن هما عشرات. طب وعلى ضوء كل ما تتفضل به أستاذ عادل وهذه الدعوة وأيضا كذلك قرارات لجنة المتابعة، كيف تتوقعون أن تتعامل المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها مع هذا الصوت العاقل الذي يعني تتحدثون به؟
نحن سندافع عن حقنا في ممارسة عملنا السياسي بكافة المستويات. نحن لن نستسلم أمام هذا البطش من قبل الشرطة ومن قبل مؤسسات الحكم الأخرى، حتى وإن الأمر اضطر أن نتوجه إلى القضاء في هذا المضمار، لأنه نحن نسعى إلى رفع صوت عقلاني، صوت سلامي، صوت يدعو إلى ممارسة الحقوق الديمقراطية بكاملها حتى في أصعب الظروف. وبالمناسبة يعني هذا ظرف صعب، ولكن كانت هناك ظروف أصعب ولم يجري كل هذا القمع وكل هذه الفاشية في الممارسة، ولهذا نحن لن نستسلم بهذا الموضوع. لجنة المتابعة أيضا قررت قراراتها وهي تسعى إلى تنفيذها، ونحن نريد لشبابنا أيضا أن تمارس حقها وأن تعبر عن رأيها بالشكل الصحيح وضمن الأطر التمثيلية الصحيحة لشعبنا لجماهيرنا، وكذلك من خلال الأطر السياسية الشرعية الموجودة في الخرطة وهذا أبسط حزبنا وهذا أبسط الحقوق المشروعة. صحيح. جزيل الشكر لك أستاذ عادل عامر.